كبير غفر لنا سلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. لولا النور ما عطل ورد عطرا. حفلة التثبيت جميلة، واللباس الأبيض جميل، وحضور الله في حياة أطفالنا أجمل وأجمل. حفلة التثبيت هي أيضا مناسبة جميلة يلتقي فيها البطرك أو المطران مع أبناء الرعية، مع كل أهالي الأطفال. تثبيت هؤلاء الصغار في إيمانهم الذي ورثوه عن أهلهم وتثبيتهم في العادات الحميدة الأصيلة ضرورة هذه الأيام، ضرورة لا بد منها، فلا نتركهم في منتصف الطريق. الطريق وعرة والحياة المسيحية أصبحت صعبة، وإذا لم ينتبه الأهل والمدرسة والمجتمع لحماية هؤلاء الأطفال من هذه الأخطار، سرعان ما يتبخر مفعول هذا الاحتفال، ولن يبقى منه إلا الذكرى والصورة الجميلة مع الأهل والأشابين. ننتبه، لن نستطيع وحدنا، كبار وصغار، أهالي وشابين، لن نستطيع وحدنا أن نقف في وجه التحديات والأخطار الأخلاقية التي تغزو البلد بقوة إعلامية يصعب الصمود أمامها إذا لم نكن مسلحين أخلاقيا ودينيا وثقافة. وعليه نحن بأمس الحاجة إلى نعمة إضافية من الله، نحن بحاجة إلى عطايا الروح القدس، ولهذا السبب وجد سر التثبيت يثبتنا في إيماننا، في مبادئنا، في كفاحنا، فلا نخاف من التحديات.